هل هناك تشريعات حقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل وما مدى تنفيذها على أرض الواقع؟ طبعا زي ما حضرتك تابعتي معانا على مدار ساعتين ونص بنتكلم على الدستور المصري 2014، بنتكلم على القانون اللي صدر تحت رقم 10 سنة 2018 اللي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وقلنا ان هذا القانون غير مسبوق في الحياة التشريعية، قانون بيضمن اكثر من 100 ميزة في مختلف مجالات الحياة، الصحة، التعليم، العمل، تخصيص نسبة في المساكن، تأهيل المجتمع بالكامل، الجمع ما بين معاشين، الجمع ما بين معاش ومرتب، النواحي الثقافية، النواحي الرياضية. الحقيقة قانون قوي جدا جدا. ربما تحدثنا أيضا أن تكلفة تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع مكلفة للغاية، لكن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب بشكل عام ودعم أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة ملموسة بالفعل على أرض الواقع، بيدي تعليمات إلى كافة مؤسسات الدولة، قوات المسلحة بتشتغل، وزارة التربية والتعليم بتشتغل، وزارة الصحة بتشتغل، وزارة التضامن بتشتغل، وزارة الاتصالات ونهضة تكنولوجية متخصصة في هذا المجال أيضا بتشتغل عشان تبقى مصر قبلة للمنطقة بالكامل، تحذو حوزها في السبق في مجال خدمة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. حدثني النهاردة من خلال الندوة عن كيفية استثمار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. شوفي، استثمار أبنائنا وإخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، أنا بأكد دايما إن إحنا عندنا كم هائل من العلماء، كم هائل من المثقفين. أنا يعني بيكون عندي سعادة لما بلاقي واحد من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بيقدم لي رسالة دكتوراه ورسالة ماجستير. بنشوفهم في مجال العلم، في مجال الفن، في مجال الرياضة، وبالتالي هذه الطاقة طاقة ملك الوطن. لا يمكن بحال من الأحوال إن إحنا نهدر هذا التميز وهذا العطاء. وزي ما قلت منذ قليل، كل واحد في الدنيا، كل مخلوق ربنا خلقه أعطاه ميزة نسبية، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نهدر تلك المميزات في قطاع كبير بيشكل حوالي 12 مليون مواطن. هل هناك صندوق لتقديم الشكاوي من قبل المجلس لذوي الاحتياجات الخاصة؟ طبعا مش صندوق بس، ده النهاردة في بعد ما المجلس النواب أصدر قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا المجلس القومي لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة طلع له قانون من المجلس، وأصبح هو مسؤول عن متابعة كافة الشكاوى اللي موجودة، وكيف القانون جعل له آلية في التواصل مع السلطة التنفيذية والتعبير عن أي مشكلة ورسم الاستراتيجية والخطط للقضايا الهامة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.